السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة موسى الجمعة لتعليم تكاثر نباتات الزينة. شرحنا قبل كده حضرات النبات اللي قدام حضراتكم نبات الجاردينيا، شرحنا طرق العناية بنبات الجاردينيا. النهاردة ان شاء الله سوف نتكلم عن طريقة الإكثار من نبات الجاردينيا. نبات الجاردينيا من النباتات الظلية، يتميز نبات الجاردينيا بالرائحة الجميلة، بيعطي رائحة جميلة في داخل البيت. في نوعين من الجاردينيا، في نوع شمسي وفي نوع ظلي، يعني نوع بنسيبه في الشمس ونوع ظلي، يعني نوع خارجي ونوع داخلي. احنا هنتكلم عن النوع الداخلي. النوع الداخلي طريقة الإكثار منه في منتصف شهر واحد الى شهر اتنين. وشرحنا قبل كده ازاي تهتم بنبات الجاردينيا داخل البيت، ولو ما بيظهرش معاك ازاي تستخدمه او طرق العناية في داخل البيت في نبات الجاردينيا. اتكلمنا عن العناصر المستخدمة في التزهير زي الحديد والمنجنيز والفسفور، سماد البي ان كي او الهيومك بكافة انواعه. النهاردة هنتكلم عن طريقة الاكسار. طريقة الاكسار عن طريق القص بالعقلة والطرفية. العقلة الوسطية زي كده بقصها على عينين كده بالمقص، معايا مقص بقص من هنا، او طرفية، الطرفية اللي هي شوشة العود زي كده. ادي طريقة القص ايه، بحيث ان انا بشيل الورقتين اللي تحت دول اهو، بنضف كويس اهو، ادي التنظيف. بعد كده بستخدم له هرمون تجذير، دي هرمون للتجذير بنستخدمه، والتربة المستخدمة اللي هي البطنس على رمل اهي، لازما اعمل له تربة اللي هي البطنس على رمل، ما ينفعش اعمله في تربة طينية. نبات الجاردينيا ما بيشتغلش الا في التربة اللي هي البطنس اللي هي الخفيفة التي تحتفظ بالمياه، بتبقى حنينة على الجذور وخفيفة احسن من التربة الطينية. عملية الزراعة بهرمن جسم العود من ساق كده من تحت كده، وبزرع كده اهو. بعد كده بعمل لها عملية حضانة، اهو بعد ما بخلص عملية الزراعة بعمل لها عملية حضانة اللي هي الصوبة. انا بتكلم طريقة الانتاج في المشتل، انا مني عندي مشتل، انا بعمل كمية، انا بوريكم دلوقتي الطريقة. لو هتعمل في البيت ممكن تعمل في الصيص اكبر من ده وبتغطيه بكيس بلاستيك وبتخرمه، انما انا بتكلم داخل مشتل. داخل مشتل انا بنتج بكمية كبيرة وبشد عليها نفق، تمام. مدة التجريد تتراوح من 35 يوم ل 40 يوم. ولو في اي استفسار ابعتولي في الكومنتات وهرد عليكم. لا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس ليصلك ما هو جديد من فيديوهاتنا في تعليم تكاثر نباتات الزينة. لو ما عندكش قسيس زي ده صغير ممكن تستخدم كيس اللي هو 5 نفس الطول. اهم حاجة يكون عندي اخراب من تحت عشان تسريب للمياه. ما بسقيش نبات الجاردينيا طول ما هو في الحضانة الا بعد التقدير. لو حسيت ان التربة معايا جفت بديله مية بروزريكس اللي هي مبيد فطري، وبعد كده بغطي الحضانة تاني. انما طول ما التربة معايا مش جافة زي كده، مش جافة تحس ان هي مبلولة لسه فيها مية، ما ادهاش مية وما افتحش الحضانة الا بعد التجديد. لما الاقيها بتقدر برش مغذي اللي هو الهيومك منشط للجذور، وبعد كده بطلعها بضرب سيس كبير وبحطها بتركها داخل البيت. ولو في اي استفسار ابعتولي في الكومنتات، وانتظروني في فيديو جديد من قناة موسى الجمعة. هذا شرح طريق الاكسار من نبات الجاردينيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.